لابد أن نحذر من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. داق التيكش أما لنشو شرك الأكبر شرك الأصغر جوائم أبت أخر يعشد خمانر. لأن الذي يموت على الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلامة هو مخلد خلود أبدي في النار لا يخرج منها. أبد دزيت فصنوري زغور شركم شرك الأكبر متيتو دينيم يا خجامة أر زي جهرنمم قخمت نورا هذا حما بدش يخما. من الأمثلة على الشرك الأكبر أبش أبخو بخوحنوش شرك الأكبر جخوائم أي عبادة تصرف لغير الله فهذا الشرك أكبر. صد خود عباد ويريخ دو دا عباد ويريخ أر ألحم شنام جاز قرم خبغ فشامة أر شرك الأكبر. من صلى لغير الله زقرم نمز يجامة ألحش خم في مشو دعا غير الله يدعاء يجامة زقرج يسأوامة ألحش خم نمزا يذبح لأصحاب القبور يزقر في غجامة ماشم يخمشش يخاف من الجن كخوف من الله سبحانه وتعالى يزقرم جنم ششنمرة ششنمة ألحش خم زر ششنان خيم ودو